رجعنا معكم مشاهدينا وما كنتم عم تحضرونا، وزي ما انتم شايفين يعني احنا جبنا المقادير وجهزنا لها الامور لحتى تطبخ لنا طبخه. يعني انا والشباب جوعانين وبلشنا فعلا يعني نستوي وبدنا نتدفى، فمعنا الشيف ضحى المصري لحتى كمان اليوم تعمل لنا اكله غربيه بس الكل بيعملها، وهي شو ضحى؟ بيف ستروجانوف. بيف ستروجانوف، اهلا وسهلا فيكي شيف ضحى. ونحن زي ما قلت لك جهزنا لك الامور، العده موجوده عندك، المقادير، كل اللي عليكي بس تطبخي لنا وتطعمينا. يلا بنبلش. طيب قبل نحكي شوي عن عنك انت شيف ضحى، يعني معروف انه انت اصلا متخصصه بالاكل الغربي. سؤال هيك على السريع قبل ما فيك تحمي على فكره الغاز. تفضلي. هلا بيقولوا انه الاكل الغربي اللي نحن بناكله في المطاعم او نعمله بالبيت او عندنا مثلا وصفاته او مقاديره مش هو نفس الاكل اللي بياكلوه برا. يعني مثلا الاكل الايطالي، احنا اليوم مثلا كلياتنا بنحب قصص الاكل الايطالي والستيك والكريم على اخره، بس مش نفسه الاكل لما تروح على روما او ايطاليا تاكليها. طب صدقا رح احكي لك شيء ما رح تصدقيه، انه عندنا الاكل اسكى عن جد. يعني احنا عنا تاتشز هيك عربيه فيها الاكل بيكون كتير اطيب. هاي سمعتها عن الاكل الصيني لما رحت على ايطاليا بدور على محل بيتزا جوالي اكل بيتزا انه يلا وهيك انصدمت انه هي مش زاكيه زي عنا. عن جد احنا متعودين على الفلنج كتير والعجينه السميكه وفهمتي، بنحب الخبز لانه احنا بتعرفي الخبز والرز كثير. والرز طيب اذا يعني حتى لو كان الاكل مش مزبوط اللي بناكله مش هو الاوريجينال احنا ضايفين عليه، بس احنا اسكى احنا اسكى. طيب شو بدك تطبخي لنا اليوم؟ بيف ستروجانوف. بيف ستروجانوف طبعا اكله روسيه. مقاديرها انا جايبه 500 جرام شريدد بيف، هي عجل. اوكي. عندي مرقة لحم، عندي فطر، وعندي بصل، عندي زبدة، ماسترد وبابريكا وطحين وملح وكريمة. مقاديرها مبدئيا سهلة كتير. انتي بلشتي بطبختك؟ انا بلشت بس باللحمة. بلشتي باللحمة ما حطيتي عليها نتفة زيت ولا زبدة؟ زبدة. زبدة ما حطيتي بصل؟ لا لسه. هلا رح نشيل اللحمة اللي احنا اصلا لها تقريبا 10 دقائق. بعدين حلو انه اللي هي مقطعه زي كانها شاورما بالزبط. هاي بتستوي بسرعه بالضبط، ما بتاخذ كثير وقت. ما بتاخذ هي اصلا طبخه كثير كثير سهله وكثير زاكيه، يعني انه هيك على السريع يعني ربع ساعه 20 دقيقه تكوني خلصتي. البيف ستروجانوف كثير محبوب هون عندنا في الاردن، ما بعرف ليش بتلاقي كثير ناس بحبوا ياكلوا بيف ستروجانوف. احنا بنحب الكريمه، يمكن في ناس ما بتقول لك لازم الكريمه تكون موجوده، في ناس بيعملوها ما بعرف كانه بس على طريقه انه بس يحطوا فيها خضره اكثر او ما بعرف، تتميز البيف ستروجانوف عندهم انه تكون فيها فليفله خضره. هلا كل هلا شوفي دوري على وصفه البيف ستروجانوف رح تلاقي شيء 200 وصفه. كل شيف بيعمل طريقه غير، بس هي الاصل فيها ما تغير اللحمه على فكره. أوكي. كل شيء فيها تغير من بلد لبلد. انه اللحمه مش معقول يعني مش حتى اللحمه غيروا شكلها. بحب احكي كان في اصلا مكعبات صارت شردت. اوكي شفتي تمام تغيرت يعني. هلا رح نحط البصل. اوكي يعني قلت الشيف ضحى اللحمه لحال، ما حطيتي ولا اي بهار ابدا لسه عليها. بس حطينا عليها ملح وفلفل اسود لتبلنا بس اللحمه. اوكي رح نحط بنفس الطنجره البصل نقليه. ارفع النار شوي. عاد لو انا اللي بدي اعملها كان حطيت لك البصل اول شيء وبعدين حطينا اللحمه عليها. هيك لا. هيك التقليد. لا دائما بالطبخ مشان اللحمه تستوي معك تكون النار حاميه ويكون على طول اللحمه الاول شيء. مش البصل. لا مش البصل غلط. احنا بنعمل دائما كثير انا بشوف بصل اول بعدين اللحمه. احنا بيبيات غلط. هلا تعلمنا. اوكي. قد ايه قعدتي برا الاردن؟ درستي برا؟ انا كنت اسافر، سافرت على اكثر من بلد تقريبا كل البلدان اللي بتحكي، يعني كل يوروب سافرت، رحت على الوطن العربي كل البلاد، فكل بلد كنت اخذ منها شيء. وخصوصا كان بمجال شغلي قبل اصلا. احنا كثير بنحب الاكل الغربي ودائما مطلوب عنا، عرفتي؟ وعندنا مطاعم كثير اصلا هم متخصصين بالاكل الغربي، بتحكي صيني، بتحكي مكسيكي، هلا كمان تركي. تركي صار كثير موجود. يعني احنا بنحب الاطلاع على الاكل والثقافات المختلفه، بس ما بعرف اكلنا احنا العربي بيوصلهم للغرب بنفس الطريقه اللي احنا كتب بنعملها. في كتب لشفات معروفين فيها شاورما، فيها مقلوبه. بتلاقي هاي الاشياء. منسف ما شفت صراحه. ما شفتي؟ ممكن اكيد في اللي انت كنتي فيها. ما كنت ما شفتي فيها المنسف. مشكله عندي معناته مش بالمنسف يا جماعه. طيب هلا سؤال له دخل بالاكل. اوكي تفضلي. واللحمه بيقولوا لما بتحطي لحمه كم ملح على اللحمه وهي عم تتقلى تنشف. هلا شوفي حسب شو بتاخذي ميتها او ما بتاخذي ميتها. هلا انا مثلا بحط حطيت عليها هلا ملح مشان اخذ مي تبعتها. أوكي. تنزل مي منها. هلا لما تعملي اللحمه الكبار لازم بدون اخر شيء الملح. حلو.
يعني رحمه راس عصفور او اللي هي الهبر. ايوه لا الهبر الكبيره. ايوه بالضبط تبعت المنسف الاشياء الكبسه هاي القصص الكبيره. اوكي تمام. بدنا نقلي البصلات. ايوه دكتور عم بيقلي عيني على البصل. الريحه يعني صراحه خيال. ما بدي احكي والله الشباب جاعوا جاعوا واجوا محمد العوايش اجوا على الاكل. لا اول ما يتحمر شوي البصل يدبل معنا على طول رح نضيف الطحين ونقلبه كثير منيح. تمام. وبعدين رح نحط مرقه اللحمه. اوكي في بس من دون ذكر طبعا اسماء ضحى تفضلي اللي هي بتكون المكعبات ممكن يعني تستعيدي عنها مثلا بمرقه اللحمه او الجاج. طبعا تقدري هلا انا هيك عامله هلا. هلا انت هيك عامله مي وحطيتي المكعب بالضبط بدل ما نعمل نسلق عنا او اي شيء تقدري. تمام. حلو انه الطبخ ما في صعوبه. الناس ما بعرفش يعني بتحكيك انه صعب الطبخ، بالعكس شيء كثير سهل، كل شيء له بديل. هو حسب انت وذوقك النفس بالاخر والطريقه. وزي ما انت قلتي انت حكيتي نقطه كثير مهمه، يعني ممكن انا اليوم اطبخ بيف ستروجانوف غير تماما على الطريقه اللي انت طبختيها. بالضبط كل واحد عنده هيك الاشي اللي له خاص. ايوه ايوه صح. اصلا تقليد بالطبخ مو حلو بيطلع، يعني اعملي دائما اشي لحالك. التقليد بالطبخ انك تعملي كوبي عن فلان ابدا ما رح يطلع معك زي اكلاتك. انت شيف ضحى بتحبي انت تتميزي باكلاتك، يعني بتاخذي وصفات وبتغيري عليها أكيد. ولا بتخترعي وصفات؟ لانه هذا السؤال انا بحب اعرفه صراحه او الاقي له جواب. بخترع وصفات. بتخترعي وصفات وبضيف على وصفات اشياء جديده، بعمل شيء بيكون خاص فيي انا انه وصفتي هي لإلي. اوكي عرفتي كيف؟ هلا رح نضيف البصل، رح نضيف سوري الطحين، رح نقلب بسرعه. بدنا الطحين شوي يتحمص. طيب نحن هلا بس هيك للي صاروا معنا هلا من خلال شاشتنا، نحن يا جماعه عم نطبخ طبعا مع الشيف ضحى، عم نطبخ بيف استراجانوف زي ما عم بتشوفوا. مقاديرها سهله ما بدها شيء. هلا قدرتي اللي هي مية اللحمه او مرقه اللحمه بالضبط وطحين. ايوه قديش كان معلقتين حطيتي طحين؟ معلقتين طحين بالضبط. معلقتين طحين وطبعا بصل. هلا هي شغاله بالبصل، قلت البصل بعدين الطحين وبعدين مرقه. شايفه كيف صارت هيك؟ لازم التحريك الكثير هذا طبعا عشان ما يصير عندك لمبس. هدول الكبتيل. ايوه هدول هم. انا بشرح لك بالعربي انا بترجم. تمام. امتى بتحطي الكريمه؟ هاي الكريمه الفطر. اوكي دقيقه سوري فطر. اوكي طبعا انا بفضل الفطر يكون فريش، بس انا ما صح لي بس انه الفريش اسكى كثير. وقطعوه مربعات مش سلايس، يعني مش انه شرائح، مربعات بيكون كثير اسكى الطازه على اربع قطع، يعني الفطر الوحده الحبه الكبيره على اربعه. الطازه بالضبط مش المعلب. كثير اسكى. كثير اسكى طبعا. والله مقاديرها سهله كثير كثير. يعني قد ايه بتاخذ من ست البيت شغل؟ هلا هي قربنا نخلص على فكره. خلصناها تقريبا. هاي ماسترد. وخليني اقرب لك البابريكا. بابريكا كمان زاكي، بتعطي طعم مش معقول البابريكا هاي. بتقدر تحطيها على كل الاكل سبيشلي اللحمه يعني. كثير زاكيه صح، خاصه كمان السموك كثير طعمها زاكي. اوكي بس انا حبيت فكره انك انت قليتي اللحمه لحاله من دون بصل، لانه عن جد احنا متعودين على فكره انه بصل وتومه وحطي لحمه، بصل وتومه وحطي لحمه مع بعض وقليهم. بالعكس انه بتاخذي اصلا طعمه اللحمه اسكى بتكون لما ترجعي بنفس الطنجره تكملي الطبخه تبعتك حسب شو عم تعملي. اوكي هذا فلفل اسود. هلا انا حطيت البابريكا وحطيت ملح وفلفل اسود وحطيت الماسترد. اوكي ماسترد بيعطيه طعمه حموضه. بالضبط وهيك مش عارفه شو اوصف لك صراحه. انا وصفت لك غير حموضه. بيعطيه حموضه وبيعطيه كثير زاكي. لا اقول لك شو، بيمزج المكونات مع بعض. بالضبط بيمزج بالزبط المكونات. بتعرفي شغله الماسترد كمان بيستعملوها مع الفوتوتشيني. بالضبط في ناس كثير بتحطها. والله انا شكلي رح تاخذي مكاني. شكلي رح اخذ مكانك او بصير اسيستنت لك ما بعرف. مش غلط والله، حتى متفاجئين مني بيقولوا لي يا الك على الطبيخ. هي ضفت الكريمه. ايوه اوكي يا عيني على الكريمه. تمام. اذا اليوم مشاهدينا عم نطبخ بيف ستراجانوف، اكله سهله ما بدها كثير يعني تعذيب بالمطبخ ولا ميم عن تنعمل عادي، بس بصير في جلي شوي. لا سهله ما بدها شيء. بيف ستراجانوف هي اصلا روسيه الاكله. روسيه نعم. روسيه انتشرت بروسيا. هلا الروسيين بيعملوها مع المعكرونه اللي هي العريضه تبعت الفوتوتشيني، اللي بحطوا المعكرونه بعدين فوقيها الستراجانوف. اوكي وبامريكا هيك نفس الشيء، اما باوروبا برز زينا. الاوروبيين كثير قريبين. انت عامله رز مجهزتيه؟ مجهزه رز. شو بقول لك، العين بتاكل قبل ايش؟ قبل المعده. قبل المعده بالضبط. لازم كمان طريقه التقديم تكون هيك تكون اموره صح طبعا، العين تاكل مزبوط تحكي.
هلا رح نتركهم هيك يعني. انا حاسه انه واطي الغاز مش عارفه اذا لا ما بدي انا هيك ما بدك بتضلك تحركيه من فتره للثانيه حتى ما عشان ما تعمل كبتيل. بالضبط ما تعمل كبتيل. وهلا رح نضيف اللحم ورح نتركهم مع بعض. فكره انك انت اليوم تخترعي اكلات والله صعبه يعني. اليوم انتم الشيفس كل حدا بحب انه يكون في له كتاب معين وصفات معينه له خاصه فيه بتميزه عن غيره من الشفات. بالضبط. خلينا هيك نروح للاختراع اللي اخترعتيه وحسيتي انه او الوصفه اللي اخترعتيها وحسيتي انه والله صار في عليها اقبال يعني الستات حبوها. بتعرفي انه لما تعملي مثلا عجينه تكون انت مش متوقعه تكون هاي العجينه لشيء مثلا معين بيعملوها مثلا تحطيها مثلا على الغاز وهي اصلا بتنعمل بالفرن بتكون مثلا شيء كثير سهل للناس يعملوه. دائما الناس بتفكر انه الشيف معقد. لما يشوفوا مثلا اخذ وصفه زمان كنت اخذ مثلا ما باخذ من شاف وصفه باخذ من جارتنا مثلا. عن جد هو هيك باخذ من اي حدا. لانه فعلا يعني بتتعقدي ست البيت العاديه بتتعقد خاصه هدول الشيء اللي طالع جديد اللي مش عارفه ايش هي صعبة. جيب الام ولا لا لا يا جماعه هدوا ما نزل شيف ضحى والله احنا يعني غير يا جماعه مخدين عنا فكره غلط انتم صراحه بس لا فعليا احنا كثير يعني بنحب نساعدكم. لا حبيت لا بلشتي معنا اصلا بوصفه زاكيه وسهله وخلص احنا قربنا يعني احنا عنا مشكله انه لما نشوف مطعم طبخه احنا الستات يعني نحكي الله كيف بيعملوها طب كثير صعب طب كيف بدي اعملها. ما في شيء صعب بالمطبخ ابدا. هلا شو عم نستنى شيف ضحى؟ عم نستنى انها بس تتسبك الكريمه. طبعا الكريمه في كثير ناس بيعملوا شيء كثير غلط انه دائما بنحط الكريمه بعدين خلص بنكون خلصنا طبخ. لا خليها على النار اقل شيء خمس دقائق. اوكي ضحى خمس دقائق اقل من خمس دقائق. اوكي لا هي تقريبا يعني قرب من نخلص دقيقه. هي تغليلها غلوه غلوتين بالضبط عشان تتسبك بس وهي انتم اغلوها بعدين براحتكم. قديش يغلوها يعني اكثر من خمس دقائق؟ خمس دقائق. انتم اغلوها خمس دقائق للكريم ولكن نحن مضطرين يعني هلا انه على دقيقتين اول غلوه هيك غلوتين اكيد. هي خلص بلشت بلشت. ايوه هلا خلينا نجهز الصحون. كمان قصه حلوه انك تحطي جواها معكرونه. حبيت قولي لي طبعا هلا هون رح نعمل الرز هلا سريع بالمعلقه. ايوه بدك احرك هون انا اغلبك. يلا بما اني واقفه يعني انا اجهز الرز. قديش درجه الحراره اللي لازم لما تبلش تغلي الكريمه عليها تكون؟ تكون ميديوم يعني مش كثير عاليه. انت هلا حطيتها ميديوم. عن جد يعني الريحه شامين كله شامين. هلا بديهم عندي بالاستوديو. براحتك شوف ضحى ما بدنا نستعجلك بدنا ناكل صح اليوم. ما بدنا حدا يشلفقنا يعني مخرجنا جمعة صماضي. لا 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 عشان ناكل صح ابدا. فبراحتك. هيها عم تغلي الكريمة مع اللحمة مع البصل مع المشروم. شيف خروج شو رايك بالطبخ؟ كثير انا بحبها. انت جيتي على وجع يعني. انا بحب البيف ستراجانوف بحب الاكل الايطالي كل شيء فيه كريمة وفطر بعشقه صراحة. وما تنسوا كمان تحطوا الماسترد لانه فعلا الماسترد بيعطي طعمه بيعطي نكهه خاصه في للكريمه. كيف الله انا بزبط عن جد. برافو عليكي عن جد فظيعه. يعني رهيبه. خلص هذا المشروع الجاي. اوكي هلا هيك تمام خلينا نطفي عليها. اوكي اوكي هلا نجهز هذا الطبق. الصغار بحبوها هاي الاكل اي شيء فيه كريمه في هيك لون الابيض هيك الصغار بحبوه. انت فيك تتحركي عادي براحتك جدا. انا في عندي خدي راحتك مع الطاوله تقريبا يعني. اوكي ثانك يو. اذا مشاهدينا يعني شيف ضحى خلص بلمساتها الأخيرة هلأ بطبقها كتير. فكرة كمان التزيين حلوة. إيش ممكن تزيني غير ممكن البصل الأخضر. بصل الأخضر ممكن بصل الأخضر الخضار تبع البصل بيطلع كتير شكله حلو وبيمشي معها حتى لو أكلتيه كمان بيطلع كتير زاكي. طبعا. طب الزبدة أنت ما استعملتيها؟ استعملت من أول. كنت حاطة قليت. هدول زيادة. هيك تمام. طب إيش ممكن جنبها غير نعمل سلطة نعمل قليلي بتدفي بعدين هاي الاكله صراحه لحالها بتكفي. هي بتدفي. هي بتدفي فعلا. ما احنا محتاجين الاكل اللي بدفي هلا بهالبرد. هي مين دش خلص كامل كل شيء فيها صراحه. صحيح كثير زاكيه. يسلموا ايديكي والله يا ضحى على هالاكله. انا جعبالي ادوق.
طبعا خليني اغيظهم شوي. طبعا هلا رح اعطيك هذا الصحن ذوقي، اصلا عم بعمله لك قاعده عم تاخذه لي. شيف ضحى يعني شرفتينا ونورتينا، واكله انا بتخيل انها رح تكون زاكي، اعملوها اليوم بالبيت لانه مقاديرها سهله، حتى كمان ما بتكلف كثير وبتدفي بالشتاء. وصحتين وهنا، صحتين وهنا مشاهدينا. انا رح ادوق، نطلع اعطيني قبل ما نطلع بريك، مخرجنا بحب انه انا ياخذ رايي قبل ما نطلع بريك. رائعه، يلا بريك وراجعين.